الرحمن الرحيم. صورنا المحاضرة الأولى والثانية كيفية تعليم المهنة. اليوم عندنا المحاضرة الثالثة. بعد ما حددت هدفك وحاولت تتعلم المهنة مالتك وجمعت المعلومات كليتها، هنا راح نجي على فتح المحل وباب الرزق. هنا راح تصير صعوبة كلش قوية عندك، كيفية إدارة المحل وكيفية التوفيق بين مهنتك وبين كسب الرزق. هنا من نقول كسب الرزق، راح ترتبط هاي العملية برب العالمين سبحانه وتعالى. تسهيل الأمر يعتمد عليك أنت، على إخلاصك ويا الناس وإخلاصك لمهنتك. الخوف ما راح ينتهي عندك إلى آخر لحظة. الخوف يبقى وياك دائما دائما دائما. لا تتوقع بأنهم راح تفتح محل راح ينتهي الخوف عندك، الخوف يبقى يستمر وياك، بس يبقى الخوف بالتدريج، يعني ينزل عندك مرور الزمن، يعني كل ما يزيد الوقت ينزل عندك مستوى الخوف. مال يتلاشى نهائي، ماكو شيء يتلاشى، الانسان دائما يبقى خوف عنده. هذا هاجس الخوف موجود عند كل انسان، ما ينتهي ابدا عنده. بس نقدر نقلل هذا الخوف بالتواصل ويا المهنه مالتك، اكتشاف الشغلات الصعبه، دائما تبحث عن المعلومات، لا توقف تقول يعني وصلت المرحلة اني وانتهى بعد صرت خبير بالشغلة. ماكو واحد خبير، العلم دائما يتطور، حاول تبحث عن مجالات العلم في كل مكان. هنا من راح تفتح المحل راح تصير انت امام انظار الناس، لازم تكسب الجمهور اللي يجيك، دائما تتواصل وياه تواصل صحيح، يعني الابتسامة، حسن اللقاء ويا الزبون، خصوصا النظرة الأولى. دائما أغلب الفنادق يعلمون موظفيهم أول ما يجون بالاستعلامات كيفية الابتسامة. الابتسامة لازم تزرعها على كل الناس، يعني حسن الملتقى ويا الناس ياخذ عليك النظرة الأولى دائما. أهم شيء النظرة الأولى بالمحل، من يجي الزبون عليك ويشوفك أنت بشوش ترحب بيه، تنهض من يجي الزبون وترحب بيه وتقول له يابا اني تتدلل راح اسوي الشغله مالتك. طريقه تعاملك ويا الناس لازم تكون صحيحه، يعني دائما توضح له العطل مالته شنو، شلون راح تعالجه وش راح تسوي له، ودائما تخلص بالعمل مالتك، لازم تخلص بالعمل. الاسعار هنا دائما هي المواطن داور على السعر، السعر مالتك لازم يكون سعر معقول، لا تصير اسعارك عاليه فوق المعتاد، وبهالحاله الزبون راح يدور على غيرك على سعر اقل. خلي يكون شغلك نظيف وسعرك مناسب حتى تكسب اكثر عدد من الزبائن، وشكرا لكم.